هل طوفان نوح عليه السلام خاص لقومه أم للجميع؟ لا، أهلك كل من في الأرض على وجه الأرض، أهلك كل من على وجه الأرض في زمن نوح، وجعلنا ذريته هم الباقين، فكل الذين على وجه الأرض أهلكوا في زمن نوح عليه الصلاة والسلام، ما بقي إلا نوح ومن معه في السفينة.